اليوم عملنا حبينا نعملوا كارنفال معناتها اسطنبلي، جينا معاهم بوسعدية منعرفوا اللي هي أسطورة معناها، وحبينا وميمتون نلبسوا لباس تقليدي تونسي. عسلامة. عسلامة. احنا لقيناكم طوعا عاملين حفله للصغيرات في بنزرت، واللي صغار الكل لابسين لباس تقليدي، انتوما زاده لي بارون اوسي. كان تحكينا اكثر على التظاهره هذه اللي عاملينها انتوما، ليفينمون هذا اللي عاملينه. مرحبا، انا صابرين العربي، انسينيونت في ليكول فرونسيز جان جينو. اليوم عملنا حبينا نعملوا كارنفال، نلبسوا نحكيوا معناها على تونس، معناتها اسطنبلي، جينا معاهم بوسعدية منعرفوا اللي هي أسطورة معناها، وحبينا معناتها الصغار يعيشوا الليفينمون هذيا. معناها حبيتوا تعرفوا الصغار أكثر باللباس التقليدي والعادات التقاليد التونسية. أي منها فيها معناتها ديجا حاجة وحويجة كما نقولوا، معناتها منهم عرفناهم معناتها على خاطر احنا ايكول فرونسيز، حبينا نحكيوا على معناتها الفرقة اسطنبلي نعرفوهم بها، وحبينا وميمتون نلبسوا لباس تقليدي تونسي. ليزيفينمون هذوما ديما تعملوا فيهم والا معناها في العام مرة، ولا احكي لنا أكثر تفاصيل؟ احنا وقتاش تحتي حنا الفرصة معناها. يعني في السابق عملتوا حفلات هكا؟ اي عملنا كل مره التيم نتاعنا، كل مره والحفله معناتها اللي معناتها نحضروها.